قال الزنادقة المشككون في القرآن الكريم: قال قرآنكم هذا يوم لا ينطقون. ثم قال في آية أخرى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. زعموا أن هذا الكلام ينقض بعضه بعضا، فشكوا في القرآن. والإجابة على هذا أن تفسير هذا يوم لا ينطقون، هذا في أول ما تبعث الخلائق على مقدار 60 سنة، لا ينطقون ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون، ثم يؤذن لهم في كلام فيتكلمون. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يرحمه الله تعالى ويغفر لنا قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذه الآية الكريمة تدل على أن أهل النار لا ينطقون ولا يعتذرون، وقد جاءت آيات تدل على أنهم ينطقون ويعتذرون، كقوله تعالى: والله ربنا ما كنا مشركين، وقوله: فألقوا السلم ما كنا نعمل، وقوله: بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، وقوله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون، وقوله: ربنا هؤلاء أضلونا، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب عن هذا من أوجه: الأول أن القيامة مواطن، ففي بعضها ينطقون وفي بعضها لا ينطقون. الثاني أنهم لا ينطقون بما لهم فيه فائدة وما لا فائدة فيه كالعدم. الثالث أنهم بعد أن يقول الله لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون، ينقطع نطقهم ولم يبق إلا الزفير والشهيق. قال تعالى: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعن أبي الضحى قال: جاء نافع بن الأزرق وعطية إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال له: أرأيت قول الله عز وجل: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وقال: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وقال في مكان آخر: ولا يكتمون الله حديثا، وقال: والله ربنا ما كنا مشركين. فقال له ابن عباس: ويحك يا ابن الأزرق، إنه يوم طويل فيه مواقف كثيرة، فيأتي عليهم ما شاء الله وهم لا ينطقون، ثم يؤذن لهم فيختصمون، ثم يأتي عليهم حال فيجحدون شركهم ويظنون أن ذلك ينفعهم، فيختم الله على ألسنتهم وتنطق جوارحهم فتشهد عليهم بأعمالهم، ثم تنطق ألسنتهم فتقر بما عملوا فلا يكتمون الله حديثا، فيقول: قد جاءنا نذير
فيقولون قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم.